السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على كل متابعين ومشاهدين. احنا جانا اتصال يا جماعة من الحاج شعبان الفيجي ان في تعبان كبير بجوار البيت، واحنا النهاردة هوت في ارض الواقع وداخلين ان شاء الله على الحاج شعبان الفيجي بيشتكي من التعبان، شايفه ما كملش ساعتين بالظبط. يلا بينا نشوفوا ايه التعبان ده هوت، ايه نظامه وايه نوعه، وتابعونا ان شاء الله وادعونا ان ربنا يسترها معانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ العرب يا هاني، انت ماسك ايه دي؟ هتحارب ولا ايه؟ ما في حنشين، لقينا حنشين فاتصلنا على حضرتك تيجي تطلعوني. داخل من ايه؟ داخل التعبان داخل من ايه بالظبط؟ من حوالي ساعه ونص او ساعتين كده. لونه ايه وشكله ايه يا شباب؟ والله هو اصفر وطوله بتاع متر ونص وتخنه بتاع حوالي عمقه 15 سم. يا جماعه زي ما انتم شايفين ان خال شعبان الفيجي الارض بتاعته في ريح البيت، واحنا قلنا قبل كده يا جماعه ان الاراضي الزراعيه في الشهور ده هي بتشكل خطر. يلا يتابعونا يا رب والصوره مع ادعونا ان ربنا يسترها معانا. ماشي كان حرفيا يا جماعه صعب شويه لان مش واخد راحته خالص الشغل. ماشي ماشي خلاص ماشي 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 خل شوف يا جماعة كل ساعة لي اتصال، كل ساعة لي اتصال واتصالين. شايفين يا جماعة سيادة الطبيعة ديت شجرة تين تمام، والمكان ضيق وسيادة الطبيعة بغامر بنفسه وشغال. شايفين التين عامل ازاي؟ ان شاء الله ركب الطيب ده هو هنيجي نجمعه انا عشان خاطر انا التعب بتاعي ما راحش على الفاضي يا جماعة. ودعونا باللايكات والكومنتات واشتركوا في القناة. المكان فعلا ضيق والله يا جماعه، يعني انا واقف في مكان مش عارف اصور اصلا، والسعادة الطبيعه زي ما انتم شايفين ربنا قوي. تعبان يا جماعه هوت، كوبرا يا جماعه على اخر شويه هوت في شويه الكوالح ده همت كوالح الدوره ماشي لغناها في اخر المكان زي ما قال عم شعبان لسه داخله ما كملتش ساعتين او ساعه ونص، والحمد لله احنا لقيناها اهيت بفضل دعواتكم يا جماعه الحمد لله انها طلعت بخير وسلام. هنطلعوها في مكان يا حاج شعبان الكوبرا اهي. يا ريت تاخدها في مكان واسع عشان مش عارف اصور. طب ماشي، طب انت هيطلع سابق قدامنا اهوت ونحن هناخد في الكوبرا وهنطلعها من حتى. انا ماشي عليه يا جدعان، ماشي على الصوت. ما تخافش. تعالى يلا. العود يروح هنا ولا العصا صغيره فين؟ هو حاجه خلاص حاجه خلاص. هي دي حاج شعبان؟ هي دي. هي نفس الكوبرا اللي شفتها من جيم ساعتين. الحمد لله ان دي كوبرا سامه مصريه خطره جدا، ان انت عارف ان النهارده شهر 6 ده اهوت، والشهور ده هي التعاليم منتشره بطريقه جامده في البحيره، والحمد لله ان ربنا سترها معاك ان شاء الله. هات العصايه.
ما شاء الله. خليص ابوس. لو تشوفوا يا جماعة تعب والله تعب تعب، احنا بنقعد اكتر من 3 ساعات في الشغل ده هوت، بنطلع تعبان في 3 ساعات وبنقدمه لكم 10 دقائق بالظبط او ربع ساعة عشان خاطر المشاهدين تتفرج على الفيديو وتعرف ان التعابين ده هي السامة او غير السامة عشان خاطر نشر الوعي وازدهار الحياة البرية. يا عم شعبان انت تحرك حوالين البيت بتاعك بالظبط باسمنت، الشغوف ده هي اللي عنده الباب بنحط اسمنت كويس عشان خاطر ايه؟ عشان اضرب بيها الصبح. تقاطع السعر بعد سنة. الحمد لله عم شعبان ان الكوبرا ديت لحقناها في وقت المناسب، لان الكوبرا السامه المصريه زي ما قلنا قبل كده الجرعه بتاعت السام بتاعها عباره عن مركبات، يعني العضه بتاعتها تموت حوالي عن 20 راجل ويعدي، فاحنا الحمد لله ان احنا توصلنا لها في وقت مناسب. وانا عايزك المكان ده هو تنظف حوالين بيتك كويس اللي انت فيه حقد زراعيه. احنا يا خال تحت امرك وتحت امر العالم كله واحنا خدامين ناس بحاله والله. طيب انت دلوقتي عملت لها ايه؟ لا هي قبل كده كانت هتاكلني، ايه اللي حصل؟ دي ما حدش يقلدني يا جماعه، ما حدش يقلدني يا جماعه ولا يعمل حركاتي ديت، دي دراسات علميه وده كله من فضل الله برضك، بس دي دراسات علميه. كل كوبرا لها سلوك معين في التعامل، في كوبرا ما نقدرش نلعب معاها كده عشان خاطر ايه؟ لانها بتبقى شرسه جدا، ما نحاولش نلعب معاها نحطها في القماشه، في كوبرا ثانيه ممكن نعمل معاها شويه حركات بس ما فيش حد يقلدني، وفي ان شاء الله باذن الله فيديوهات كتيره تنعمل اللي عشان خاطر نشر الوعي ونشر الوعي والناس تحمي نفسها ازاي من التعابين، ولو دخلت تعبان عندك تعمل الكوبرا ان شاء الله. يا جماعة الناس خايفة يا جماعة. عايز اقول حاجه يا خال؟ والله الله يبارك لنا فيكم وربنا يتم عليكم بخير يا رب ويجعلكم ذخرا لنا وانتم كده ناس 100 100، والله ينور عليك يا حبيبي. ربنا يخليك يا خال، احنا تحت امر العالم كله يا جماعه، والناس اللي بتتابعنا الوقت ما ينسوش يشتركوا في القناه ويفعلوا زرار الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. كان معاكم عبد الحميد الحداد صيد الطبيعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.